بين الاسفيروديريا اند بلوتينج. اهم شيء هنا سنجل تيست وي ويل اسك، دائما نتكلم عن الجروث. كنا نجيب شكلها ملو اصلا. نجيب معاد هلوش اذا بشوف فدوى عاد هلا. ممكن اعمل ميوت. الجميع لو سمحتوا، ميوت الجميع لو سمحتوا، والكاميرا الجميع لو سمحتوا. طيب سوي ميوت، سوي ميوت. ميوت اول، خلاص اي ميوت اول، ميوت اول، خلاص ميوت اول، ميوت اول كرنت بارتيشن. لا مش صار. اوكي سامعني؟ نعم واضح دكتور. حياك الله. طيب the most single important، واحد عنده دياريا كرونيك توقع انه يكون ايش اهم شيء؟ الجروث. his growth is normal. طيب واحد عنده bloating كرونيك دياريا والجروث is normal، عند اكيد البلوتين يكون ابدومينال بين ديستنشن ديسكومفورت، اتوقع انه يكون لحظة بدخل الزمن شوي خدمة اول. ممكن يكون ستريسفول. اي ستريسفول عادة ما يجي ابدومين بالكبار، احنا نلاحظ انه نشوف عندهم ابدومينال ديستنشن مع الارتبل بول سيندروم اي بي اس، لكن في البيدياتريك واحد عنده دياريا كرونيك دياريا ابدومينال ديستنشن والجروث از نورمال. وقعنا لاكتوز انتولرنس، لاكتوز انتولرنس انه ات از كومن للناس، لكن ممكن تكون از مايل سيمتومز، لكن هذا عنده دياريا. وممكن ناخذ محاضره مستقله عن الكربوهيدرات مال ابزوربشن وناخذهم كلهم، جلوكوز جلوكتوز مال ابزوربشن وجلوكتوز مال ابزوربشن، كل الكربوهيدرات. واحد عنده ريكرنت ابدومينال بين والجروث كذا كان نورمال، شوف وات از وش تتوقع يكون؟ كرونيك ابدومينال بين والجروث موست كومن سيليك. طيب 10 years old complaining of recurrent abdominal pain associated with nausea for 1 year duration. He need IV fluid in the ER for at least 3 attacks. His physical examination show heart rate of 140 per minute, blood pressure 85 over 45, hyperpigmented scrotum. His laboratory finding show sodium 131 and potassium. I will admit. Waiting the investigation. في ناس رافعين يداتهم، في كوشنز دكتور احمد انت معيني بيرفع يده، والله ما بلاحظ الزملاء احيانا يرفعون يدات، هل واحد بيسال ولا يستفسر؟ ما ادري. شوف دكتور، ممكن هذا وارد وممكن فقط الشخص يضغط الأزرار ما هو داري، اوكي طيب. فمعلش انتوا واصلوا بس الله يحفظكم طيب. دكتور. His laboratory finding showed sodium 131, potassium 5.1, chloride 100. Diagnosis. ترى abdominal pain مو دائما جي اي، مثلا الفوميتنج دائما احنا الزملاء يستشيرونا في تعرف يعني الامريكان سيستم كله استشارات يعني كله كونسلتيشن، يعني انت لو انت مثلا على الفلور يعني تقسم تكون على الفلور وتكون احيانا على الكلينيك وكذا، فالكونسلتيشنز اللي تجيك باليوم يعني 5 6 7 10 وكثير منها ما هي يعني هي مهمه يعني اسمه ابدومينال بين فوميتنج، فنقول دائما الفوميتنج ليس ما هو دائما جي اي، فوميتنج يكون
ترينت يومور، ممكن يكون فيكشن، ممكن يكون صح، وممكن يكون بي يو جي مثل هذا اللي بيلت جريتريك ابستراكشن، ولا ونفس الشيء يعني ابدو من البين مو دائما انه يعني جي اي ريليتد، ممكن يكون شيء ثاني. فواحد عنده لو بلد بريشر وهايبر بيجمنتيشن ولو صوديوم وهاي بوتاسيوم وتجي ريكرنت اتاكت. هذا درينا هم الدكاترة كاتبين بالشات أديسون يا دكتور، أدرينا الانسبشن صح؟ صحيح صح اديسون، نعم صحيح اديسون، اديسون ديزيز. طيب 12 years old boy presented to the pediatric GI clinic with 3 years history of recurrent abdominal pain. He denied any other symptoms. His father died 7 months back with laryngeal spasm. His physical examination is normal. Extensive workup including CBC, amylase, lipase, urine culture, abdominal ultrasound, barium male small bowel flow through and upper GI endoscopy was negative. حد من كنت واحد عنده recurrent abdominal pain وكل الأشياء normal. His father died 7 months back with laryngeal spasm. طيب لما الكالسيوم سألناه مشكلة الكالسيوم هنا سألناه هل يعني طيب الألم في شيء كذا تشوفونه غير طبيعي فيه، تشوف مثلا الشفايف يتنفخ وتظل ايه نشوف الشفايف تتنفخ نشوف. هايبر سنسيتيفيتي وكارديوتيك انجونيوتيك انجونيوتيك اوديما كيف هاو وي كان دايجنوز ات؟ في حالة كانت تجينا دائما من المدينة المنورة على صاحب أفضل الصلاة والسلام، نفس الشيء ريكارنت أبدومينال البين فلما أخذنا بالهيستوري طبعا كان ما له مكان إلا وراح، والأم كتبينها ووري. أحيانا الهيستوري خربطك يعني، وتقول الأم مثلا أنشس ماذا، فتتوقع تقول والله إنه ممكن يكون سايكولوجيكال والأم هي اللي كذا وفبريكيتنج ونبدأ ندخل بأشياء. بس لما أخذنا ديب يس سي 1 ستريس صح يا دكتور، دايجنوز باي سي 1 ستريس، فطلع انه هل في قالت ايوه صح في الشفايف في كذا وفي، فحولنا على الزملاء في الالرجي امينولوجي وطلع عنده انجونيوريتك قدم عمل ستريس انهبيتور. اكيوت ابدومينال بين، الحين نتكلم دائما على كرونيك، هل ممكن يجي الكونستيبيشن في اكيوت ابدومينال بين؟ هذا استدي في الامرجنسي روم بدون حالات اكيوت ابدومينال بين، كده في حالات كونستيبيشن يعني عملوا لها ابندكتومي، مو حاله حالات كثير ابندكتومي. دكتوره عائشه دكتوره عائشه رافعه يدها، وش السؤال؟ كان بيدن ات اكتيفيتي اوف ديزيز، يس يس شوف الاكتيفيتي اوف ديزيز اللي هي سي ستريز انهبيتورز. المهم ف ممكن عملوا ابندكتومي وكان ريكرنت وزيرون، ودائما دي فيزيت الاي ار ويطلع بالاخير انه كونستيبيشن. اليوم هذا يوم الكونستيبيشن وان كان ريكرنت ابدومينال بين، لكن اتس ذا موست كومن يعني. فايش يسوون في الزملاء هنا؟ ايش سووا يعني؟ كان عندهم الاستدي هذا انهم يعطون بليت انما، يعني لا بيعملون لا اكس راي ولا ديجيتال اكزام يعني ريكتال اكزامينيشن، يعمل فلت وكان دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. فخلاصه الاستدي هذه تقول انه the study confirm that medical history provide biofatal role in the diagnosis of functional constipation. Digital rectal examination and X-ray should be avoided in this setting, whereas an enema play useful diagnostic and therapeutic role in studying the patient. طبعا ما هي هذه القرآن المنزل، هذا اللي يشوفونه ممكن تعمل انت rectal exam، تعمل
اكس راي يتاكد. انا كنت في قطر، كان معي هناك مؤتمر، وحصلت زملاء يمنيين كثير يشتغلون في مدينه حمد في الايام. ما الايام ما حد يحب بعد يشتغلون فيها. فتكلمت قلت وش اللي يكون من حالات ابدومينال البين، وش الكمان كوز، يعني افيدهم اصدقائي وكذا من اليمن تعرف. فقالوا كوستريشن، قالوا والله نعطيهم فلت انما على طول يخرجون بتاعهم من المستشفى. طبعا ركنت ابدومينال البين از كومن بروبلم ان شلدرن، ريد فلاج ار فيري امبورتنت لوك فور اورجانيك ديزيز. constipation is the leading cause of recurrent abdominal pain in children. correct diagnosis should be require series of diagnostic study to rule out organic causes of pain. should not required or is required should not required. طيب وش what is the best dose what is the best dose of fluid enema for children according to weight. يعني ما هو according to weight، أكثر من 2 years ممكن تعطونهم half، و كبار ممكن تعطونهم مثلا يعتمد على الويت. يعني إذا كانوا يزيد ويت يعني بعد ال 8 إلى 10 years تعطيهم full، يعني adult dose. طبعا أقل من سنتين ممكن تعطون جلايسيرين سوبستريس. طبعا هذا روم فور كريتيريا، هذه اللي تكلمنا عنها ممكن تحط بالنت، ممكن تحصلها بسهولة يعني على أي شيء تبيه في الجي اي ديس الفانكشنال جي اي ديس اوردرز. تكتب روم فور فور مثلا، تكتب الدايجنوز اللي تبيه، بس الديزي اللي تبيه، ويطلع لك وش الكريتيريا تبعهم. ولكن قلنا تطبيق أحيانا مثلا في الكونستبيشن لو طبقها، أنا أتكلم مع زملائك الجراند راوند، تكلمنا على حالة فوق دخلت على سن ابدومين البين وكذا، ومنهم ادمتد فور كلينينج. في ناس يحتاجوا انك تادمتهم ان جي تيوب، تعمل له كلينينج كانك بتحضره للكولونوسكوبي، لانه مثلا بعضهم ما يستجيب، بعضهم تتشك في الكومبلاينس الاهل ومكانهم، انت تقول له والله عندهم، يقول لا ما عنده، ما اخذ واخذ وكذا. فكان بادمتد يعني اند كلين، تشوف وتشوف الريسبونس، تأكد انه ما في اي مشكله ثانيه، والبيشنت هيز ريسبوندينج وهيز كلينينج، ما شاء الله البول تحسنت والبين امبروف. جتنا في بيشنت عمرها 9 سنوات، ابوها بالمستشفى دكتور كبير طبعا بالكارديولوجي، اهلها كلهم يعني بالميديكال فيلد، و4 سنوات من الفاميلي هيلث البيدياتريك الى كلينك وبرا وفي الخاص بالفرنسي، وابدومينال بين ريكرنت ابدومينال بين بيكوز يعني كل الانفستيشن عملت لها، وقالوا خلاص فانكشنال. في الاخير شفناه وطلع انه عنده كونستبيشن، وتريد الكونستبيشن والحمد لله نو مور ابدومينال بين والفاميلي هابي. ف زي ما قلت لكم اذا خرجنا فائده هذا اليوم، انه يعني تو نوت اندر استيميت الكونستبيشن اند تريت ات بروبرلي، انه زي ما قلنا يعني دوت بي ار اي ميديكيشن ما يسبب ال ديبندنسي، لازم ياخذون فتره طويله. فتلاقي الحالات كثيره بتكون بيكوز اوف كونستبيشن. اعملوا اكس راي ابدو من الاكس راي، الراديشن قليل والكوست قليل، اظن الكوست قليل صح؟ اللي مثلا لو بتعمل، ما هو انك والله عملت كوست على الاهل ساعة دكاتره، اي نعم، لا ما هوش غالي. اي مش غالي وسهل، بس انا مش يكون يعني جود كواليتي، يعني مش انك تشوف ال ف وتقرا، وانت لا تعتمد على الراديولوجيست، اعتمد على ايام يصير عندك خبره وتشوف والله انا اقارن هذا بهذا، والله هذا احد تحصل قدم كور واضحات يعني ما يحتاج. واحيانا فهم لانه اي شيء لا يقاس يعني كان ميجرت يو كان نوت اسيسد، هذا اللي هو مايل تو مودريت. مش حالات كثير عندنا بالطب مايل تو مودريت صح؟ يقول لك هذه مايل وهذه مودريت، مثلا الايكوجينيسيتي في الالترا ساوند، طبعا بحكم احنا بيدياتريك جاستروانتروجي هيباتولوجي، فكنت تتعاون مع حالات كثير مثلا انه increase اوكوجينيسيتي اوف ذا ليفر، وعن كل شيء نورمال، لا عنده لا تامري ولا بيرسونال هيستوري اوف ليفر ديزيز، ولا عنده ليفر انزيم از نورمال، فانكشن از نورمال، ولا ف
بس انه طبعا الالتراساوند اوبريتر ديبندنت، فما عندهم مقياس مثلا اقول والله هذا مايل وهذا مدريت وهذا سيفي، لو سيجنفكت خلاص الكل بيتفقون عليه، لكن ما فنقول المشكله ان الاشياء اللي ما فيها ارقام فما ما تقدر تقيس. نفس الشيء هذا الفيكل لودنج، واحد يقول مدريت مايل، مايل تو مدريت، واحد يقول مدريت تو سيفير واحد، لكن السيجنفكت الكل يعرفه، فالافضل انك تقرا من نفسك. ان شاء الله يعني احنا غطينا وذاين الزملاء عندهم اي ابديت او اي شيء او شيرنج انفورميشن. طبعا هنا جينا نتعلم من بعض، ما احد انه يعني يلقي والاخرين يسمعون، بالعكس هذه فرصه ان الواحد يستفيد من خبرات الزملاء، يمكن شافوا حالات كثير، يمكن طبعا تبادل المعلومات، اظن هذا الميتنج اللي بنعمله احنا نتبادل المعلومات من بعض كذا، انه مفيده جدا للكل انه يستفيد منها. مثلا في حاجات تكون برا مثلا تخصصي مثلا لكننا لها ريليشن، مثلا ابدومينال البين، نقول باليمن ما بتجيب بالنا ابدا انه ممكن يكون فاميليا من زيرين فيفر، صح؟ لهذه نقول انها في حق البحر المتوسط، واحنا ما لنا دخل البحر المتوسط، لكن انتم شفتم حالات كثيره باليمن، كلموا الزملاء وانا شفت برضو حالات عملوا لهم ويس وطلع انها موجوده. ففي اشياء تتعلم من زملائك، والله شوف في حالات كثير، في حالات كذا، حالات نشوفها مثلا الديزيزز ما تكون هي نفسها اللي عندنا، هي عند الغرب وتلاحظ كلها من برا، فيشير الانفورميشن مهم جدا، انه قد تكون الديزيز اللي عندنا مايلد او انها تكون سيفير عند هذول، او انها ما هي موجوده اصلا في بعض الامراض. ان شاء الله ان تكون فرصه للتعاون وتبادل المعلومات. الله يجزاكم خير يا دكتور ويبارك فيكم إن شاء الله. وإياك طبعا ما نسمعني أبدا عن المحاضرات، وإن شاء الله نريد هذا أنها سلسلة إن شاء الله، ونتواصل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت أحب فقط دكتور من خلال خبرتكم موضوع اليو تي اي وخاصة عند الفيميل، كم يشكل من هاجس أو من البردن أوف فانكشنال أو ريكرنت أبدومينال بين؟ والله، شوف الناس اللي يقولنا صراحه كثير نعمل لهم يورين كلتشر، في عندنا بعض الدكاتره يحبون انهم يعملون يورين كلتشر ويورين اناليسيس، انا اليورين اناليسيس مع اعتبره حتى ممكن انه يعني افري شايلد يجي عندك اقل شيء مره تعمل لها يورين اناليسيس، يعني هي ديزيرف، وهو اليورين اناليسيس ممكن يطلع لك حاجات كثير يعني سواء كان في الكدني او بغير الكدني، فاذا كان جود لاب. فما صراحه ما طلعت حالات كثير انه ريكرنت ابدومينال بيكوز اوف يو تي اي، عاده بتكون يعني في من خلال الهيستوري والفيزيكال اكزام تلاقيها اشياء تعطيك مثلا حتى الاودر اوف ذا يورين، مثلا هل في مثلا ديسيوريا بين يعني كاركتر فيفر. لكن الشيء اللي لاحظته انا انه الناس اللي عندهم كونستبيشن يكونوا عرضه للريكرنت ابدومينال بين، فكانت في زميله لها يعني هي بديتيشن وعندها بنتها عندها ريكرنت يو تي اي، وعندها اليوريترو بلفك ريفلكس، شو اسمه، لا الفزايكو يوريترو ريفلكس، وتاخذ انتيبيوتكس يعني بشكل متكرر وكذا على اساس انه بروفلاكتيك، فعندها كونستبيشن كلمها واحد من الزملاء دكتور سعيد، اظن زميلي في، انا خليت اتواصل مع الدكتور عبد الحكيم على بالنسبه للكونستبيشن، فبدات لها وصلت لها الميلفوي كود، تقول لي اليوم بعد شهرين تتصل تشكر تقول فور تو مانث نو مار نو مور يو تي اي، رغم انها كانت دائما يعني ما تمر 10 ايام لا يكون عندها ريكرنت اسبوعين وكذا. ف if you treat الكونستبيشن يعني يحل لك مشاكل يو تي اي، لكن كانه كوز اوف ابدومينال بين صراحه ما ادري، انا انت عارف يعني تشري هوسبيتال وما نشوف حالات مثلا زي من الكوميونتي حالات اللي تحول لنا، لكن معظمها ما برغم انها بنعمل اليورين اناليسيس واليورين كلتشر ما يا تكون دكتور، ايوه بالنسبة للأدلت سمتايمز يعني بنجي نلاقي لما يكون عنده كولون ممكن يكون عنده ريكرنت يو تي اي بمنتهى السهولة، حتى أحيانا تلاحظ أطباء السبيشالست حق النيورولوجي بيسجلوا الليبراكس وما إليه كجزء من الريجيم. صحيح.
وبيعمل مثل ضغط شويه، بيخلي الكدني انه كومفورتبل في الباول، يس بيكون صعب. صحيح. بس يا دكتور سؤال صغير بالنسبه للي هو الريتابل باول ديزيز، في بعض الاحيان ما نقدرش تقول 100% انه الريتابل باول ديزيز، لانه بيقعد كذا وسمتايمز دياريا سمتايمز كونستبيشن، وتلاحظ اغلب الاحيان لما تتناقش انت والمريض تلاقيه مربوط شويه بالحاله النفسيه، يعني هو ممكن يحصل له بدون اي بين، ممكن يحصل له دياريا وما فيش بين، ممكن يحصل له كونستبيشن بدون بين. كيف نعمل في هذه الحاله؟ والله شوف الارتابل بول سندروم از كومن بالبيبول، يعني كومن كومن، يعني نقول وصلنا ممكن توصل ل 70% من الناس عندهم، بس ما بين قليل وما بين شديد. يعني في ناس بيقول لك والله لو اكلت انا مثلا بقوليات او كذا يجيني، يعني ما هو انه الرجي من بيبافينز واخواتها، ولكنه عندها ارتبل بول سندروم، ما يتقبل الاشياء، الواحد يخربط بالاكل على طول يجي، واحد مثلا يتعرض في ناس لا مع الاستريس، إذا تعرض للاسترس يجيه دياريا، يجيه كونستبيشن، يجيه له ابدومينال ديستنشن ناس. انا لاحظت فبالأخير حاله يعني تعرف، دكتور عبد وبشكو الحكيم. انه والله حتى من السيفيريتي حق الدياريا حقه شكو انه يكون روع من الفحص وما فيش ولا حاجه. دكتور عبد الحكيم، تفضل. في سؤالين في الشات، بس السؤال الاول على الرول اوف بروبيوتيك في حاله الابدومينال بين، والسؤال الثاني على الليمفادينايتس كوز للابدومينال بين. في حالات كثيره عندنا فعلا يكون في ابدومينال بين ويجوا يسووا الترا ساوند مع انه نوت انديكيتد، لكن يكتبوا لهم ميزنتريك ليمفادينايتس، والاهل يطالبوا ايش علاج للليمفادينايتس هذه، فمتى تكون سيجنيفيكانت كسبب للابدومينال بين؟ والله شوف يعني اذا صارت مثلا ميزنتريك ليمفادينايتس، وش الكوز اللي يخليها تصير؟ اكيد في انفكشن صح؟ مثلا يا يعني بالجي اي انفكشن، او فاما انها نفسها بالالترا ساوند ما نقدر نعتمد عليها، فانا ما اظن انها هي بتكون الكوز. يعني نعم ممكن هو يكون الكوز ايه؟ ممكن الكوز ما تفضل مثلا، ممكن يكون كونستبيشن، ممكن يكون ريكرنت ابدو من البين. عشان كذا اقول لك الاكستنسيف انفستيجيشن هذه احيانا تورطك، على نعم بتدخلك بموضوع يعني انت يعني يعني اما اقول انه الليمفادينايتس واحد الميزنتيريك بدون معنا في المدارس. انفكشن هل بدون عنده كورس اس ار ماهر هاي، عنده اس ار مثلا هاي سيركتو بروتين دبليو بي سي مثلا، يعني وش البس او ابدومينال بين اونلي، يعني ما تركب. نعم، هو هذا الغلط فعلا، يعني لأنه إذا ما فيش سورس للإنفكشن المفروض not significant. هذا كلام وشوف هذا زي يا دكتور زي الاتش بلوراي، اتش بلوراي موجوده في 40 تو 20% 50 40 تو 50% من البوبوليشن. روح واحد عنده ابدومينال بين عند مثلا سين من الناس، يعمل لها ستول فور اتش بلوراي، وقال عندك خلاص ورطت معه. احنا مثلا بالجي اي، يا دكتور هذا عند ابني عنده جرثومه. طيب هل هي هذه الجرثومه هي سبب الالم؟ اكوردنج تو ذا جايد لاين انه يعني نوت تريت نوت تيست اند تريت، لا يقول لك لازم يكون في بيشنت عنده سيجنيفيكانت يعني سيمتومز، احتاج انك تعمل له اندوسكوبي، وفي السر او في ايروشن او في جاسترايتس، ودايجنوز باي بايبسي. اما دايجنوز باي ستول ما يركب طبعا. البلد هذه ما البلد ما لها مكان اصلا، ما المفروض ما حد يسويها. يعني فانت هذه الاشياء الابدومينال بين نوت انف. هذه اللي تورطك، زي نفس الخبر انه ميزنتريك ليمفادينايتس، انا اروح ادخله يعني اعمل الترا ساوند، فهو اللي يعني وردني هو هل هو الليمفادينايتس ولا مو الليمفادينايتس. صراحة من اور اكسبيرينس ما شفنا صراحة. معلومة مهمة جدا، وحتى الاتش بايلوري، يعني ان الابدومينال بين نوت انف انك تشخص الاتش بايلوري ولا الميزنتريك ليمفادينايتس. طيب دكتور غالي، في رول للبروبايوتيك في الكونستبيشن يا دكتور؟ لا ما فيها according to the guideline، آخر ناس بيجان and اسف كان جايد لاين نو. طيب باقي دكتور احد عنده غالي، سؤال لانه باقي 10 دقائق فقط، تفضل. sometimes الميزنتريك يكون مربوط باليو تي اي انفكشن، بالذات في الشلدرن ما بين 3 سنين ل 8 سنين. صراحة وهذا أنا عمل اليورين اناليسيس. ما أدري والله، ولكن من أفتى بغير مجاله أتى بالعجائب، ما أدري صراحة. من الاشياء الجميله دكتور عبد الحكيم وشباب، ان الاهل يطلبوا اعاده الالترا ساوند، يبداوا يتابعوا السايز حق اللمف نود
ويقول لك انا الحمد لله تعافى وكذا، مثل موضوع الاي اس او، دق ابر 3 اشهر 6 اشهر بعدين او ما شاء الله نزل، كان 800 نزل 400، وكلها اوهام، وللاسف احنا الاطباء اللي نخلقها. بيستخدموا عشان ما شاء الله. يا دكتور هذه فائدة فائدة الديسكشنز هذه والميتنج، انه نصحح المعلومات هذه. انا والله اضطريت مره اكتب بالفيسبوك وما هو صح، يعني انه زملاء، انه ما هو معقول كل واحد عنده اي اس او اي تايتل انا اعطيه بنزل. هذا نوت دايجنوس ولا له علاقه بالروماتيك فيفر ولا، هذه لكن غلطة تعود كبيرة. مع ما هو من مع جهه البراكتيشنرز، او احيانا ما تدري ناس يكونوا معزولين عن اللي يكون معزول عن زملائه وعايش بمكان لحاله، هذه المشاكل تجي يعني. مجرد ما يوصل 400 خلاص من ذاتين، ما ليش عارف ليش. وش اللي ايوه بيس اون وات، ما تدري يعني، لا ايفيدنس بيسد ولا جايد لاينز ولا. ما فيش حتى بين، ما عملش ريموتويد فاكتور، ما عملش اي فحص ثاني، ما يعمل اي اس او ويجيب له من ذاتين على طول. الله يسامحك، هذا هذا والله ربما يخليك يسحب. للتوعية. رضي الله عنكم ان شاء الله دكاترة، الى فرصة سعيدة الله بعد والله دكتور. العظيم. خلاص انا ان شاء الله بس المحاضرة القادمة بتكون تستمر هذه بالدفعة حتى في ان شاء الله، تكون مع الدكتور عمر الجنيد حول برنسبل اوف اي سي جي باذن الله سبحانه وتعالى، وانت دكتور عبد الحكيم بمحاضرات عن موضوع الكونستيبيشن، السيلياك، الجونديس، الاوتوميون هيباتايتس، في اشياء كثيرة يا دكتور، الاريتابل باول الاتش سيندروم، بيلوري، لكن الاتش بيلوري يا دكتور، جاسترايتس. الاتش بايلوري، نعم الاتش بايلوري، نعم. في اشياء كثيرة جدا يا دكتور، فعلا تضعوا يدكم على الوجع بصراحة. الله يحفظكم ويديكم العافية دكتور، وإذا لكم أي ان شاء الله دكتور، حتى كلمة الدكتور ختامية دكتور. لو تتذكر في دكتور يعني شو يعتبر فيجر على مستوى العالم، يعني دكتور المعيوف قدم لكم مره على الروماتولوجي، تتذكرون؟ نعم نعم، وإن شاء الله نتواصل معه بإذن الله. اي والله. فقال لي ها كيف، قلنا والله شو موقفين كذا فتره، هو فصراحه نستفيد منه، يمكن وهو متعاون ما شاء الله يعني، وبشوف حتى من الزملاء بإذن اللي الله ممكن يقدمون وكذا وعندهم خبرات في من غير الجي اي، ما في مشكله ان شاء الله نتعاون ما في مصلحة الأهل في اليمن. الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا ننتظر المهم منكم التسجيل، الله الله أرسل لكم يرحمه، الإيميل تبعي ترسلوه وترسلوا سروا لنا ما المحاضرة. لقاكم يعني، إذا كان يعني محاضرة ليست لهذاك المقام، لكن إن شاء الله